لعيد الحب مستعدون في كولومبيا، وفيها يجمعون الورود وتتم تعبئتها لتسليمها لاحقا إلى الولايات المتحدة. مع حلول 14 من فبراير يخططون لإرسال 38,600 طن من الزهور. كولومبيا هي المورد الرئيسي للزهور إلى الولايات المتحدة والبلد المصدر الثاني عالميا للزهور بعد هولندا. نحن على الأغلب نبيع العواطف بدلا عن الزهور. في هذا الموسم شارك 14,000 عامل يتعاملون مع الأغصان والزهور بأيديهم لتنقل العواطف إلى شخص ما قريبا. هذه وظيفة جيدة جدا، ونحن نفعل كل شيء بالحب. إنه عمل سهل والتعامل مع الزهور جميل.